بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباب، طالبات وطلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستوى الثامن، قسم إدارة الأعمال، مادة البحوث الإدارية، 480 دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء رقم 12. في اللقاء رقم 11 السابق بدأنا نتحدث عن مجتمع البحث والعينة. أشرنا إلى أن أي بحث ميداني بيجرى على مجتمع، وقد يكون هذا المجتمع من الأفراد، الموظفين، العاطلين، العمال، التجار، المسافرين، أي مجتمع. وقد تقوم بدراسة المجتمع بالكامل، وهذا ما يسمى بالحصر الشامل، وله مزاياه وعيوبه. وقد تأخذ جزء من هذا المجتمع، أي ما يسمى بالعينة، والعينة أيضا لها مزاياها ولها عيوبها. المهم إنك لو أخذت عينة تكون العينة إيه؟ ممثلة. وفي كل الأحوال ينبغي إنك تحدد مجتمع بحثك تحديدا دقيقا. إذن أشرنا إلى الحصر الشامل والعينة. نستكمل حديثنا عن العينة في هذا اللقاء رقم 12 بنقطتين. الأولى خطوات اختيار العينة، والنقطة الثانية العوامل المؤثرة في حجم العينة. تبغى تاخد عينة؟ يعني أنا عندي مجتمع طلاب جامعة الإمام عدة آلاف، أبغى آخد عينة، أبغى آخد عينة من هذا المجتمع، عينة يعني جزء، وأبغى آخد جزء يكون ممثل، زي ما أكون هدرس رأي الطلاب، نعمل ترم صيفي ولا لأ. إذا خدت العينة من طلاب قسم إدارة الأعمال فقط أصبحت العينة غير ممثلة للمجتمع، وبالتالي ما أقدرش أخد قرار أو أبني قرار على رأي طلاب إدارة الأعمال وأقول إن هذا هو رأي طلاب جامعة الإمام، لأن العينة غير ممثلة. طب كيف تأخذ العينة؟ خليك معايا كده واحدة واحدة. أول حاجة تحدد المجتمع تحديد دقيق. من هو المجتمع؟ طلاب جامعة الإمام، خلاص ده المجتمع. يبقى هستبعد هيئة التدريس، هستبعد الموظفين. المجتمع اللي أنا أبغى أدرسه هو طلاب جامعة الإمام، هذا هو المجتمع. أحيان أو في بعض الدراسات قد يكون أكثر من مجتمع، يعني قد أكون أو قد يرغب الباحث في معرفة أيضا رأي الموظفين ورأي هيئة التدريس. يصبح عندي ليس مجتمعا واحدا، لأن ما أقدرش أقول إن الطلاب وهيئة التدريس والموظفين مجتمع واحد، لا، الطلاب مجتمع، هيئة التدريس مجتمع، الموظفين مجتمع، يبقى ثلاث مجتمعات. وقد تنصب الدراسة على الثلاث مجتمعات، زي ما تعمل دراسة كده في السوق والدراسة تشمل منتجين، وسطاء، بائعين، مستهلكين، أربع مجتمعات. وزي ما أعمل دراسة في المستشفى وتشمل مجتمع الأطباء، مجتمع الممرضات، مجتمع الموظفين، مجتمع المراجعين. عليك في كل الأحوال أيها الباحث إنك تحدد مجتمع بحثك تحديداً دقيقاً. لا يكفي إنك تقول دراسة في جامعة الإمام، مين في جامعة الإمام؟ هتدرس مين؟ طلاب، هيئة تدريس، موظفين، حدد مجتمع بحثك. بعد ما تحدد مجتمع بحثك
ابحث عن إطار لهذا المجتمع. ما الإطار؟ الإطار هو كشف بيحوي أسماء مفردات المجتمع. إطار يعني كشف بأسماء وعناوين المفردات. هل الطلاب لهم إطار؟ نعم. روح اذهب لشؤون الطلاب تجد أن أسماء الطلاب وعناوينهم وجولاتهم كمان مكتوبة. المرضى في المستشفيات لهم إطار. التجار لهم إطار في الغرفة التجارية. والصيادلة والأطباء لهم إطار. حتى المسافرين لهم إطار في شركة الطيران. نزلاء الفندق لهم إطار في الريسبشن، في الاستقبال حق الفندق. حتى المساجين في سجن الملز لهم إطار بيحوا كشف أسمائهم. كل فئة لها إطار، تقدر تعمل لها إطار. حتى لو أنت عندك فئة تبغى تبحثها ليس لها إطار، أقدر أسوي لها إطار. وممكن أبحث فئة من غير إطار، لكن هو الإطار بيسهل. فعشان تاخد عينة صح، نمرة واحد، نمبر وان، حدد المجتمع صح. نمبر اتنين، اعمل إطار أو ابحث عن إطار، يعني كشف بيحوي أسماء مفردات المجتمع وعناوينهم. وزي ما قلت لك، طلاب جامعة الإمام يوجد في شؤون الطلاب كشوف بتحوي أسمائهم وعناوينهم. ويشترط في الإطار إن يكون إطار صحيح ومنظم وحديث. يعني هل ممكن يبقى في الإطار طلاب أنهوا دراستهم؟ لا، اللي أنهى دراسته خلاص. هل يكون في الإطار طلاب عاملين وقف قيد وبالتالي لا يلزم سؤالهم، أستبعدهم من الإطار؟ فالإطار ينبغي أن يكون حديث ويكون شامل ويكون منظم. دليل التليفون، دليل الهاتف، في دليل كده. الاتصالات بتعمل دليل في أسماء الناس وأرقامهم، التليفون الأرضي، الخطوط الأرضية. هذا الدليل إطار، بس عشان أخذ عينة من هذا الدليل لازم الدليل يكون حديث، يعني يكون طبعة 1435. أما لو كان الدليل اللي عندي طبعة 1420 وهو قديم، ناس طلعت وناس دخلت فأصبح لا يصلح. لازم الإطار يكون حديث ويكون إيه؟ يكون منظم ويكون شامل لكل المفردات، ويكون كمان مرقم. الدليل يكون فيه أرقام. إذا كان لا يوجد بها أرقام، أعمل أرقام عشان أما أجي أسحب العينة هحتاج لهذه الإيه؟ الأرقام. إذا عشان تاخد عينة، نمبر 1 تحدد المجتمع، نمبر 2 تعمل إطار إذا كان في إطار ماشي، أو تعمل إطار حديث ومنظم وشامل. نمرة 3 تحدد حاجة اسمها وحدة المعاينة. يعني إيه وحدة المعاينة؟ وحدة المعاينة يعني الشخص اللي أنت هتجمع منه البيانات. طلاب جامعة الإمام وحدة المعاينة هو الطالب. المسافرين وحدة المعاينة هو الراكب، مش المضيف أو المضيفة. وحدة المعاينة هو الراكب. طب لو أنت بتجمع بيانات من الصيدلية، من وحدة المعاينة؟ هل الصيدلي؟ هل صاحب الصيدلية؟ هل الشخص اللي بيبيع في الصيدلية؟ لازم تحدد. ولو سعادتك بتجمع بيانات من الأسرة، هل وحدة المعاينة اللي هتجمع منها البيانات هل هي الزوج أم الزوجة أم أحد الأبناء؟ لازم تحدد. ولا هتجمع من الزوج والزوجة قاعدين مع بعض وتسأل السؤال وتاخد إجابة الاتنين مع بعض؟ لازم، شوف، لازم تحدد وحدة المعاينة.
يعني المفردة الشخص المعني في بحثك اللي عنده البيانات اللي انت تبغاها. من هو يتكتب تكتب كده وحدة المعاينة هو الزوج مثلا، الزوجة مثلا، الصيدلي مثلا، الطالب. حدد وحدة المعاينة تحديد دقيق. نمرة أربعة، تحدد حجم العينة. تحدد حجم العينة، هتاخد عينة، أنا عندي 10,000، 10,000 طالب، هاخد عينة، أخد عينة كام؟ كام؟ لما يكون عندي 10,000 طالب أخد كام؟ 5,000، 50، 100. لو قلت لي هاخد 100 هقول لك لماذا؟ اشمعنى 100 يعني؟ ولو قلت هاخد 1000 هقول لك اشمعنى 1000 يعني؟ قلت هاخد 5,000 اشمعنى؟ وبالتالي العينة لا تحدد جزافا. بعض الباحثين بيغلط، اشتغل غلط، يقول لك ايه؟ سوف اخذ عينة قدرها 10%. يا سلام، 10% يعني ايه؟ اشمعنى انا 10%؟ ليه مش 8%؟ ليه مش 15%؟ اشمعنى 10% يعني؟ وبعدين لو انت قلت 10%، افرض المجتمع 1000، خدت منه 10% يعني 100، معقولة؟ طب لو كان المجتمع 10,000، 10% يعني تاخد 1000، كتير. طب إذا كان المجتمع مليون، 10% يعني 100,000، تقدر تاخد عينة 100,000، تقعد تجمع بيانات 10 سنين، تطلع على المعاش وانت لسه بتجمع البيانات حقة البحث. ليس هناك نسبة مئوية للعينة. بعض الباحثين بيشتغل غلط. انا قريت بحوث تجد الباحث يقول لك ايش؟ يقول لك وقام الباحث بأخذ عينة قدرها 10%. غلط، ليس هناك نسبة للعينة. امال ازاي تاخد عينة اذا كان المجتمع 1000 ولا 100,000 ولا مليون ولا 10 مليون؟ تاخد عينة ازاي؟ العينة اساسا عشان تحددها بيبقى فيه حاجات معينة كده انت تاخدها في حسبانك، حاجات معينة تاخدها في حسبانك لسه هنشرحها دلوقتي. لكن تحدد جزافا او نسبة مئوية جزافا، لا. فيه يعني احدث حاجة في معادلات احصائية، معادلة احصائية، والحقيقة هي مش معادلة واحدة، ده في معادلة تناسب المجتمع لما يكون المجتمع متشابه، معادلة تانية اما يكون المجتمع متباين نطبق معادلة تانية. فكأن خصائص المجتمع لها علاقة بالمعادلة اللي انت هتستخدمها في تحديد حجم العينة. سعادتك تطبق المعادلة وتعوض في البنود اللي موجودة في المعادلة، يقوم يطلع لك حجم العينة، يطلع 200، يطلع 300، يطلع 700، يطلع زي ما يطلع. وفي النهارده برامج تدخل على النت تكتب كده برامج تحديد حجم العينة، تجد ان هناك برامج ومعادلات تستخدمها تحسب لك حجم العينة بطريقة علمية. وهناك جدول واحد، احد الباحثين الشطار عمل جدول احصائي تكتب فيه حجم المجتمع يعطيك حجم العينة. حجم المجتمع مثلا 1000 يقول لك عينة 200، حجم المجتمع 8,000 يقول لك عينة 250، حجم المجتمع 100,000 يقول لك عينة 384، حجم المجتمع مليون يقول لك حجم العينة 520. يبقى انت كده بتعتمد على اساس علمي وفي مصدر معين انت مرجع بتعتمد عليه، لكن من جزافا او نسبة مئوية يبقى غلط. في عوامل بتأثر في حجم العينة، قلت لك انا بقى حجم العينة يتأثر بعوامل معينة. من هذه العوامل هل المجتمع متجانس ولا غير متجانس؟ يعني ايه متجانس؟ يعني مثلا مجتمع طلاب جامعة الإمام
متجانس، كلهم طلاب. الأطباء في المستشفى مجتمع متجانس، أطباء، لكن المرضى اللي رايحين المستشفى مجتمع غير متجانس. هو متجانس في حاجة واحدة بس، إن كلهم مرضى، لكن غير متجانس في إيه؟ فيه الرجل وفيه المرأة وفيه الكبير وفيه الصغير، فيه المتعلم وغير المتعلم، وده بيعاني من مرض وده مرض تاني وده مرض مختلف خالص، وده أول مرة يروح المستشفى وده راح المستشفى مرات. متشابهين في حاجة واحدة، إن كلهم بيعانوا من حاجة معينة، لكن مختلفين في كافة الخصائص الإيه؟ الأخرى. ولما أدخل منظمة، لما أدخل مصنع، ما أروح مصنع المراعي مثلا، منتجات الألبان، المجتمع اللي هو اللي جوه غير متجانس، عندي عمال وعندي مديرين وعندي موظفين وعندي مراسلين وسائقين، فعندي فئات مختلفة في داخله. فالمجتمع اللي انت هتاخد منه العينة، هل متجانس يعني في قدر كده كبير من التشابه ولا غير متجانس؟ اكيد المجتمع لما يكون متجانس العينة تكون اقل، والمجتمع لما يكون غير متجانس يعني في كده ايه طبقات فئات، في رجال وسيدات، في كبار صغار، متعلمين غير متعلمين، سعوديين غير سعوديين، اصبح المجتمع كده غير متجانس. تاخد عينة تكبر شوية العينة، متجانس العينة تصغر شوية. هذا لا يمنع انك هتستخدم المعادلات ايضا، المعادلات الاحصائية في الحساب. كمان بيأثر في حجم العينة الاسلوب الاحصائي اللي سعادتك هتستخدمه في تحليل البيانات، علما ان هناك اساليب احصائيه متعدده تستخدم في تحليل البيانات. عندك الارتباط والانحدار كتربيع اختبارات والوسط والوسيط والمنوال، وعندك بقى اساليب تانية متقدمه، المعادلات الهيكليه، تحليل التمايز، الجداول متعدده الابعاد، المؤشر الالي. اقول كمان كتير، اكتر من 150 اسلوب احصائي، اكتر من كده كمان اساليب احصائيه موجوده. فيه بعض هذه الاساليب لا يمكن ان تستخدمها الا اذا حجم العينه تجاوز 1000 مفرده. اذا لو انت تبغي تستخدم اسلوب اسمه المؤشر الالي للتفاعل، هذا المؤشر الالي للتفاعل اسلوب احصائي كده قوي، اسلوب احصائي قوي جدا، المؤشر الالي للتفاعل. عشان تستخدم هذا الاسلوب لازم حجم العينه يكون اكتر من 100 مفرده، معلش اسف، اكتر من 1000 مفرده. ومن ثم اذا انت بقى عملت العينه بالاساليب الاحصائيه طلعت 700، لازم ترفعها وتكبرها عشان تخليها 1000، عشان تناسب اسلوب المؤشر الآلي للتفاعل. كأن حجم العينة يتأثر، نمرة واحد تجانس او عدم تجانس المجتمع، نمرة اتنين طرق تحليل البيانات او الاساليب الاحصائية اللي انت هتستخدمها في تحليل البيانات دي، يعني يكون لها تأثير على حجم الايه العينة. نمرة ثلاثة، يتأثر حجم العينة ايضا بالوقت والتكلفة. إذا أنت البحث هيكلفك فلوس كتير تصغر العينة، بس هنا النتائج هتتأثر، لكن الفلوس المتاحة مبلغ محدود، أصغر العينة وخلاص. كمان الوقت، إذا أنا أبغي نتائج سريعة، أبغي مع يعني نتائج سريعة، عاوز نتائج بكرة، أقول هاخد عينة 1000، ابغى نتائج بكره، بقول لك يبقى اخد عينه 10 15 20 واحد، اقدر اجيب لهم اجمع منهم بيانات. فالوقت والتكلفه ياثر على حجم الايه العينه. درجه الدقه المطلوبه كمان، انت تبغى دقه كام؟ 100%؟ صعبه. 100% اعمل حصر شامل بقى، ولكن تبغى دقه 99% او 95%،
او 90%. كل ما درجة الدقة تكبر كل ما حجم العينة لازم يكبر. درجة الدقة تصغر حجم العينة يصغر. كأن سعادتك بتحدد حجم العينة بالمعادلة الإحصائية. أحد البنود اللي بتعوض عنها في هذه المعادلة هو درجة الدقة. ودرجة الدقة في بحوث البيزنس ادمنستريشن بتبقى 95%. يعني أي بحث في الإدارة، معظم بحوث الإدارة يقول لك درجة الدقة 95%. لكن إذا أنت تبغى دقة أكبر ارفع درجة الدقة خليها 99%، يقوم حجم العينة إيه؟ يزيد، أو العكس. عندي أيضا ما يسمى بأخطاء غير المعاينة. يعني إيه أخطاء غير المعاينة؟ يعني إذا أنت عملت حصر شامل، أو لو أنت كبرت حجم العينة. كل ما بتكبر حجم العينة كل ما فيه أخطاء ممكن تحدث. حجم العينة ما بيزيد، في أخطاء غير المعاينة ممكن تحدث. يعني إيه أخطاء غير المعاينة؟ يعني أخطاء مش مرتبطة بالعينة. أمال الأخطاء مرتبطة بإيه؟ مرتبطة ب مثلا اما جاب الخمسة ببقى مركز، اما جاب الـ15 مجهود اكبر، فقد تقع مني ايه؟ تقع مني اخطاء. كمان اخطاء غير المعاينة وانت بتسجل البيانات، عدد بسيط مركز، عدد كبير تحدث منك اخطاء. لو انا بجمع بيانات بنفسي ممكن اتوخى واحرص على الدقة. لو انا جايب ناس تساعدني انا مش ضامن الناس دي اشتغلت صح ولا لا. في احد البحوث اللي قمت بها وكنت في القاهرة، فقابلت واحد اعرفه فبقول لي بتعمل ايش؟ قلت له بجمع بيانات بحث، هل ممكن تساعدني؟ قال لي اه. فقلت له طيب خد 10 استبانات. قال لي يا خليهم 20، انا ابغى اساعدك. فديته 20. طبعا انا كباحث في اليوم بشتغل اليوم من اول للاخر اجمع 10. هو بقى على بال ما وصلنا المغرب لقيته جايب لي 20 متعبيين. فقلت له لحد تخلص 20؟ قال لي اه انا عملت الـ20. فانا عملت ايه؟ بعد ما هو مشي من عندي قعدت اراجع على الـ20 وجدت ان سعادته قاعد في البيت وعباه وبيدعي ان هو هيساعدني. هو كده بيساعدني ولا بيضرني؟ مسك الاستبانات، علم 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 علم. يجد واحد ايه؟ الوظيفة طبيب. طب المؤهل اللي حصل عليه دبلوم فني. المؤهل دبلوم فني والوظيفه طبيب، معناها ان هو قاعد في البيت وعبى استبانات اي كلام. فالمهم انك بقى يتحكم في تحديد حجم العينه ايه؟ المجتمع متجانس ولا لا؟ طرق تحليل البيانات، الوقت والتكلفه، درجه الدقه المطلوبه، ثم اخطاء غير المعينه. فليس بالضروره ان حجم العينه الكبير يكون ادق، احيانا حجم العينه الاقل يديلك نتائج دقيقه افضل من حجم العينه الكبير. في اللقاء الجاي إن شاء الله هنتحدث عن أنواع العينات. أستودعكم في رعاية الله، وإلى اللقاء في اللقاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.